العنوان الأول معنا في هذا اليوم هو عن قرار لوزير العمل الذي أصدر قراراً يقصر العمل فيه في المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية على السعوديين والسعوديات فقط لا غير. ومعنا للتعليق وتقديم تفاصيل أكثر حول هذا العنوان وهذا القرار الأستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير أخي عزام، مساء الخير للمشاهدين الكرام. وسهلا أستاذ خالد، يعني نتكلم الآن عن هذا القرار اللي تقريبا هو بدأ في منطقة القصيم، هل هو الآن تم تعميمه على مناطق المملكة كلها؟ هو صحيح أن أعلن أنه حيتم توطين المولات في منطقة القصيم ابتداء من 1/1439. جميل. وهذا بالاتفاق مع لجنة التوطين في إمارة المنطقة، وأيضا بالاتفاق مع أصحاب الأعمال في المنطقة، ويتبعها أيضا توطين مولات في مناطق أخرى حسب يعني استعدادات وجاهزية هذه المناطق من خلال لجان التوطين في المناطق اللي حيكون فيها إن شاء الله هي داعمة للقرار. جميل. ونتوقع أنه يكون في مناطق يعني مثلا القصيم مثلا في محرم، ربما يكون في مناطق بعدها تليها بأشهر قليلة حسب زي ما ذكرت لك جاهزية المنطقة ولا وجود العدد أيضا الكافي من السعوديين اللي يغطون هذه الوظائف. جميل. هو يعني هو أستاذ خالد الآن حتى بس نؤكد المسألة، هي ابتداء من 1/1 العام المقبل الهجري، نتكلم فقط عن التوطين في المولات في منطقة القصيم فقط. صحيح، هذه القصيم يتبعها مناطق أخرى عاد تبع. وكأنها هي القصيم تعتبر التجربة بما يتعلق بتوطين. هو البداية، هو فعلياً منطقة القصيم بدأنا فيها فعلياً زي ما ذكرت في 1/1 لم تجد إلا سعوديين وسعوديات. نعمل أيضاً على كافة اللجان في لجان التوطين في إمارات المناطق، نتوقع يكون يعني بعضها جاهز أيضاً، بعض المناطق تكون جاهزة يعني في أشهر قليلة بإذن الله. جميل. بدأتم محادثات في وزارة العمل أستاذ خالد فيما يتعلق يعني توطين المناطق الأخرى، يعني هل هناك مناطق قريبة تحدثتم معهم، وصلتم يعني إلى مراحل متقدمة من المحادثات والمفاوضات؟ لأنه إحنا نعرف أنه هي يبغى لها تجهيز، وأنت مثل ما ذكرت يعني منطقة القصيم أبدت جاهزيتها، فبالتالي كانت هي المنطقة الأولى. هل تواصلتم مع عدد من المناطق، ولا تريدون أن تنظرون للحال بعد تطبيقه في القصيم أولا؟ لا، هو بالفعل حنا لنا تواصل دائما من خلال برنامج التوطين المناطقي، وسبق أن التقينا يعني في اللجان، وأيضا مع الوزير التقى أمراء المناطق في عدد من الإمارات، وهذا التنسيق بيننا وبينهم تنسيق دائم ومستمر على برامج التوطين. فأكيد أن الزملاء في برنامج التوطين الموجه لهم تواصل بشكل دائم مع هذه اللجان، لأنهم يطلعون على كل برامجنا. احنا عندنا برامج توطين حصرية، عندنا برامج توطين مناطقي، وأيضا برامج توطين قطاعي. جميل. فكلها يتم التنسيق فيها كاملة مع هذه اللجان وأيضا مع أصحاب العمل، لأن احنا أيضا نقدم ممكنات يعني نعتقد أنها محفزة لأصحاب العمل عديدة طبعا. جميل. ما يتعلق في مثلا في مساعدة المستثمرين باستقطاب واختيار السعوديين والسعوديات، أيضا الدعم اللي قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية، أيضا الدعم اللي التمويل اللي قدمه بنك التنمية الاجتماعية، كل هذه الأشياء يعني حنا يعني نكون باتفاق مع أصحاب العمل، وأيضا يتم زي ما ذكرت لك التنسيق مع أصحاب أو قطاعات العمل نفسها. جميل. أستاذ خالد الشكر الجزيل على مشاركتك معي اليوم وعلى التفاصيل اللي قدمتها، يعطيك العافية، وبإذن الله ننظر إلى هذا القرار وهو مطبق في المناطق كلها بمشيئة الله عز وجل.